هروح لبملك ونتكلم على الشخصيه التحكيميه يا كابتن احمد. احنا قلنا دايما اللاعب ليه شخصيه تحكيميه، الحكم ايضا هو ليه شخصيه تحكيميه. والشخصيه التحكيميه بالنسبه للحكم هي احد اهم العناصر اللي يجب ان هي تكون موجوده، ودي بتبقى موهبه من عند ربنا لحكم المباراه. طبعا هو النهارده في حاله كابتن ايمن للاسف الشديد في الدقيقه 32 عندما قام بطرد كراوي اللي هو اللاعب اللي هو استخدم قوه زايده مع حسين الشحات، هنا في لاعب دفع صح، ودفع هنا بنتكلم لما اللاعب يدفع الحكم يا كابتن احمد على الاقل، حتى بقول مش هقول تديله كارت احمر، انذار على الاقل، انذار صح. حتى وانت في اصعب الاوقات وانت مضغوط وبتدي بطاقه حمراء ما ينفع ابدا او من غير مقبول ان النهارده عادل يجي لاعب يدفعك بظهرك وتسيبه حتى ما حذرتوش. طب ممكن اسال حضرتك سؤال يا كابتن في النقطه ديت؟ اتفضل. نفترض ان هو في زحمه القرار وفي زحمه اللعيبه ما خدش باله، هل حد من بره لازم ينبهه؟ لابد النهارده يا كابتن، ما انت معاك طاقم تحكيم بالكامل سواء كان في الفيلد او في الفار، يعني ممكن الفار ينبهه في النقطه دي. ده سلوك يا كابتن، ده سلوك من اللاعب. ايوه انا ماليش علاقه، انا بشهر البطاقه الحمراء وانا عندي قرار صحيح بالبطاقه الحمراء، ولكن زي ما قلت شخصيه الحكم لا يجب ابدا ان تتهاون في حق نفسك في هذه الحاله اللي انا بتكلم فيها.